لما كنا نقرأ زمان أن يخرج الدجال ومعه 100,000 من يهود أصبهان، كانت الناس تعجب، 100,000. الآن شوف الدجاجلة كم مليون معاهم في حساباتهم، هذول كلهم دجاجلة لما رحم الله تبارك وتعالى. ماذا ينشرون؟ ماذا ينثرون؟ ولا تستفيد منهم ولا شيء، بل بالعكس، إن كثيرا من وسائل التناطح الاجتماعي هذه أدت إلى طلاق وإلى شقاق داخل البيوت. ليه؟ طبعا خارج هذا من صعاليك التواصل كما يقوله عنه شيخنا، يسميهم بالصعاليك شيخنا الشيخ العصيمي، يقول راح طبعا عزمنا فين؟ في المطعم، والمطعم جابوا لكي يسوي له إعلان للمأكولات اللي هي عنده، ومسوي له المأكولات والمائدة ممتلئة وجالس، وتجد مسكين المتابع له منتف، مسكين ما هو لاقي حتى بريال تمييز فول، فتجده يتبرم على من؟ على أبيه. شوف يا أبوي هذا الناس اللي عايشين وانت متعبنا في الأكل هذا وكذا، هو لم يدفع ريال من جيبه، بل إن بعضا منهم وقف أمام سيارة فارهة بمليون ريال ويقول ترى أبشركم تباركولي ترى السيارة الجديدة، طلع كذاب، بعدين كذبوا وقالوا لنا كذاب، لا سيارة ولا شيء، هو جالس يعلن لهذه السيارة إلى غير ذلك. فلذلك غير المشاكل الأخلاقية التي يبثونها مثل هؤلاء، فاحفظوا أولادكم من هذا العفن أيها الكرام الفضلاء، احفظوا أولادكم من هذا العفن الذي يدخل فيه العفن الأخلاقي والعفن والعياذ بالله التربوي، وأيضا أدى إلى فساد في العقائد. علموا أولادكم أن يقرأوا القرآن، إلا الذين يتلون كتاب الله، من حديث ابن مسعود عند الترمذي، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن حديث عائشة في الصحيح، من يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره. فأيما قرأت القرآن على أي هيئة وإن لم تحسن التجويد، أنت مأجور في كل أحوالك بإذن الله تبارك وتعالى.